فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صناعات البشر تسمى خلقا؟ فنقول هذه السيارة خلقها فلان أي صنعها. الخلق ما يصلح أن ينسب إلا إلى الله، لكن نقول هذه صنعة فلان، هذه اختراع فلان، هذا عمل فلان. أما الخلق، الله خالق كل شيء، هي خلق الله سبحانه وتعالى، وهي صنعة فلان واختراع فلان. وفلان من هو الذي خلقه؟ من هو الذي أوجد له التفكير والعقل؟ أليس هو الله جل وعلا؟ هو الله، فلم يخرج هذا عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم.